يلعن ابو الديمقراطيه اللي عايش الشعب الليبي الان. طيب طيب فاحنا مرات راي الديمقراطيه ما عندناش. السياق السياسي، أنت تعلم أن الأرضية المصرية هي أرضية دكتاتورية مبنية على انقلاب عسكري، ما يحدث في ليبيا شبيه كثيرا بما يحدث في مصر. فحني صراحة أنا أقول أن الله قيد السيسي للمصريين حتى ينقذهم من الكارثة. نحن نحمد الله أن مصر يعني ربي حمى مصر وخلاها دولة متماسكة، حتى لو كانت دكتاتورية. والله أحيانا الدكتاتورية إذا كانت الدكتاتورية هي اللي بتخلي الشعب متماسك وتخلي الدولة متماسكة، والله أنا أرحب بالدكتاتورية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ونحترم الإعلان الدستوري والقانون،